مرحبا. ممكن يكون في ناس مفكرة أنه بلشت الشتوية بس تساقط الأمطار رح يكون لنهار واحد بس. الأجواء هلأ انتقلت من صيفية مشوبة لمباردة على الساحل إلا بالشمال، فالكتل الهوائية الباردة اللي جاية من تركيا رح تجيب مع أمطار، بس ببحر الأسبوع الأجواء رح ترجع تتغير. الرياح جنوبية غربية بتلامي سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة بتسجل 30 درجة، 31 بسور، 26 بدير القمر، أما طرابلس ف 29 درجة. الرطوبة بعدها واطية وما بتتخطى 60% على الساحل، بس موج البحر بيعلى شوي تيلامس النص متر تقريبا. بين الشتة والشوب كيف رح يكون طقس الأسبوع الجاي؟ أجواء التنين ما بتفرق كتير عن الليلة، فالأمطار معقول تشتد ويمكن نشوف برق ورعد بالشمال، بس الأجواء الغائمة ما رح تكفي معنا لنهار الثلاثة، فالحرارة رح ترجع تعلى والأجواء بترجع صيفية، وبيبقى هيك الطقس لنهار الأربعاء ولنهار الخميس كمان. هيدا كان كل شيء، تصبحوا على خير.